مشاهدينا من هنا من أمام صالة كبار الزوار في مطار القاهرة الدولية، حيث لحظات الترقب لوصول الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي يحل ضيفا عزيزا على مصر، وفي مقدمة مستقبليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. العلاقات بين مصر وموريتانيا تمتد لعقود، ولكن العلاقات الرسمية والدبلوماسية بدأت منذ 60 عاما، وتحديدا في عام 1963 بعد استقلال موريتانيا من الاستعمار الفرنسي عام 1960. وكان لمصر الدور الرائد في هذا التحرر الذي قاده الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. العلاقات المصرية الموريتانية تمتد ل60 عاما من التعاون المتبادل والعلاقات الثنائية المشتركة والتفاهم المشترك ما بين الطرفين، ما بين الجانبين المصري والموريتاني، في عدد من القضايا سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى القضايا الإقليمية والأفريقية على وجه التحديد. هناك لجان مشتركة دائما في خلال هذه الفترة الطويلة التي تمتد ل60 عاما بين البلدين لبحث جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولكن هذه العلاقات تطورت وشهدت نموا ملحوظا وتطورا ملحوظا منذ عام 2013، والزيارات المتبادلة ما بين البلدين سواء على المستوى الرئاسي أو على المستوى رفيع المستوى إلى كل المستويات، فهناك علاقات ممتدة ما بين الشعبين الموريتاني والشعب المصري. موريتانيا دولة عربية ودولة أفريقية تربطها بمصر علاقات ممتدة وموضوعات ذات اهتمام مشترك في العديد من القضايا. إذا تحدثنا عن العلاقات الثنائية ما بين مصر وموريتانيا فنتحدث عن مجالات عدة. نتحدث عن التعاون الأمني والعسكري، والذي ترجم في زيارات مختلفة، ربما كان آخرها زيارة وزير الدفاع الموريتاني إلى القاهرة في فبراير من هذا العام، ولقائه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقائد العام للقوات المسلحة. وتم التباحث خلال هذه الزيارة حول العديد من القضايا الأمنية والعسكرية المشتركة بين الطرفين، وتحديدا في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والجرائم المنظمة. مصر لها دور بارز في مجال مكافحة الإرهاب، والكل شاهد عليه منذ 2013 وحتى الآن، وأيضا موريتانيا التي عانت من ويلات الإرهاب وتحديدا ما بين 2005 و2011، ومنذ هذا التاريخ بدأت الهجمات الإرهابية تقل كثيرا في موريتانيا. ومن هنا كانت الخبرات المتبادلة ما بين الطرفين سواء الطرف المصري أو الطرف الموريتاني. نحن نتحدث عن دولة من دول الساحل الأفريقية التي تضم بجوارها تشاد والنيجر وبوركينا فاسو، وإذا تحدثنا عن دول الساحل الأفريقي وما تتعرض له من هجمات إرهابية، كان لموريتانيا دور بارز في التصدي لهذه الجرائم الإرهابية، ولعل تبادل الخبرات الأمنية بين الطرفين كان واضحا عندما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الموريتاني، وتم الاتفاق على تبادل الخبرات و دعم موريتانيا من خلال الكوادر المصرية المتدربة والمتميزة في مجال مكافحة الإرهاب. أيضا هناك مجالات عدة، إذا تحدثنا عن المجال التجاري وهو أحد المجالات الهامة في التعاون ما بين مصر وموريتانيا، نتحدث عن شراكات، نتحدث عن لجان مشتركة، نتحدث عن تطلع للجان مشتركة عليا لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بالتجارة. موريتانيا دولة نامية في هذا المجال. إذا تحدثنا عن ثرواتها، موريتانيا تشتهر بثروات مثل ثروات معدنية على وجه التحديد مثل الذهب والنحاس والحديد، وتم مؤخرا اكتشاف الغاز الطبيعي في موريتانيا لتصبح ثالث دولة أفريقية بعد نيجيريا والجزائر في مخزون الغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن يتم تصدير الغاز من موريتانيا في منتصف هذا العام. وهذا مجال مشترك ما بين مصر وموريتانيا يستدعي تبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك ما بين الطرفين. الآن طائرة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تصل إلى هنا إلى مطار القاهرة الدولي، وتحديداً
إلى صالة كبار الزوار، حيث في انتظاره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رأس مستقبلي الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني. هي دقائق تفصلنا عن بدء مراسم استقبال الضيف العزيز على مصر في بلده الثاني والشقيقة لموريتانيا. مصر لها دور وثقل تاريخي في المنطقة وتحديدا في القارة الأفريقية، استعادت دورها ببراعة في السنوات الأخيرة الماضية، وها هي تعززه بمثل هذه الزيارات المتبادلة ما بين قيادتي البلدين. يذكر أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد زار مصر في نوفمبر الماضي، وتحديدا في قمة شرم الشيخ مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، ولكن هذه الزيارة هي الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الموريتاني إلى مصر للقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحث العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل، وأيضا استشراق الأفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. علاقات ترقى لمستوى العلاقات الاستراتيجية، فالدعم الدولي المتبادل ما بين الطرفين يشهد له الجميع، بدأ منذ الدور المصري البارز في إنهاء الأزمة ما بين موريتانيا والسنغال في عام 1989، وتحديدا انتهت هذه الأزمة في عام 1991. ولا تنسى موريتانيا هذا الدور المصري الرائد في حل هذه الأزمة التي كانت ربما تتطور إلى حرب ما بين البلدين. وأيضا مصر تشهد وتقدر الدعم الدائم من موريتانيا باعتبارها دولة عربية ودولة أفريقية شريكة في كل المحافل الأفريقية والعربية، ودعمها الدائم لمصر في كل المحافل الدولية. اللجان المشتركة ما بين البلدين على كافة المستويات والمجالات موجودة وبارزة لتحقيق كافة الأهداف المرجوة من اللقاءات المتبادلة بين قيادتي البلدين. كما ذكرنا ونؤكد أنه هناك حالة من الزخم تشهدها العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين بعد زيارة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إلى مصر في أبريل من عام 2016، وتلتها الزيارات الرسمية رفيعة المستوى للوفود من البلدين. هناك توافق في الرؤى منذ أمد بعيد ما بين مصر وموريتانيا حول قضايا المنطقة والقارة الأفريقية، وإذا تحدثنا تحديدا في هذا التوقيت عن أزمة السودان وليبيا. Yeah.
مشاهدينا الكرام، تابعنا معكم منذ لحظات استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزوان، وذلك بمقر مطار القاهرة الدولي، حيث هبطت طائرته منذ لحظات قليلة، حيث يقوم بزيارة إلى مصر يتباحث فيها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من القضايا المختلفة التي تعكس العلاقات بين البلدين. هذه العلاقات المصرية الموريتانية التي تتسم بطابع خاص، فالاتصال والتواصل بين الأشقاء في موريتانيا ومصر كان ولا يزال مثمرا ومستمرا، وذلك منذ عهود. ظل التواصل بين مصر وموريتانيا مستمرا وقويا عبر الجسور المختلفة العلمية واللغوية، وذلك بواسطة العديد من الجهات التي تحرص على وجود هذا التواصل، سواء على المستوى الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي. علاقات بين البلدين بدأت تتبلور منذ عام 1963 مع قيام أول وفد رسمي موريتاني بزيارة مصر بدعوة من حكومتها. وللمزيد من المتابعة حول أهمية هذه الزيارة وتوقيتها، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد، أرحب بك. اهلا بيك يا فندم، واهلا بالساده مشاهدي التلفزيون المصري. نعم دكتور حامد، كيف تقرا هذه الزياره موريتانيا؟ وتابعنا زيارات سبقتها لوزير الدفاع وايضا لوزير الخارجيه الموريتاني منذ بدايه هذا العام، اهميه هذه الزياره التي يقوم بها الرئيس الموريتاني لمصر. طبعا هي زياره بتاتي في توقيت دقيق وحساس بتمر به القاره الافريقيه بشكل كبير جدا في ظل متغيرات ايضا دوليه حقيقيه، وبالتالي هي زياره لترتيب الامور بين مصر وموريتانيا والعمل بشكل كبير على ايجاد تفاهمات في القضايا التي تمس الامن المصري والامن الموريتاني والقاره الافريقيه، زياره بتعكس ان هناك رغبه واراده سياسيه مشتركه بين مصر وموريتانيا للعمل على ايجاد تفاهمات في هذه القضايا وايجاد حلول افريقيه للقضايا الافريقيه. رؤية مهمة جدا يتم صياغتها على واقع الأرض، رغبة متزايدة للعمل على أن يكون هناك رؤية حقيقية استراتيجية تحقق الاستقرار في القارة الأفريقية. القيادة السياسية المصرية منذ توليها الحكم وهي انفتحت على القارة الأفريقية بعدما تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في العام 2019، نجحت الدولة المصرية في إعادة صياغة علاقات قوية مع كافة الدول الأفريقية، وبالتالي هي زيارة سيكون لها أثرها الإيجابية على كافة المستويات سواء سياسيا سواء اقتصاديا، بما يتوافق مع الرؤية المصرية التي دائما وأبدا ما تبحث عن حلول أفريقية للقضايا الأفريقية. نعم، ما الذي يمكن أن تقدمه مصر لموريتانيا فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية؟ يعني كانت هناك من قبل العديد من مذكرات التفاهم تم توقيعها في عام 2016 في مجالات مختلفة، لكن لو تحدثنا عن الشق الاقتصادي، كيف يمكن تحقيق يعني هذا التبادل التجاري وفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين؟ طبعا مصر لديها تجربة رائدة وملهمة، وأصبحت من أفضل الدول التي حققت سفرات اقتصادية في الفترة الأخيرة، وبإشادة كافة المؤسسات الاقتصادية والدولية، وبالتالي مصر قادرة على أن تلعب دور مهم في إيجاد صيغة مشتركة فيما يخص الكثير من الملفات الاقتصادية الهامة. مصر لديها القدرة، خاصة أن الدولة المصرية تجربتها تريد الكثير من الدول أن تستفيد من هذه التجربة وتريد تنفيذها على واقع الأرض، وده اللي شاهدناه من خلال إشادة الكثير من الدول بالتجربة المصرية. نجحت الدولة المصرية في إنشاء بيئة تحتية قوية، نجحت الدولة المصرية في إيجاد بيئة تشريعية حقيقية لجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وأيضا أعلى العوائد، وبالتالي مصر أصبحت قبلة للمستثمرين العرب والأجانب والأفارقة، وبالتالي أيضا مصر تستطيع أن تلعب دور مهم جدا لدعم الاقتصاد الموريتاني في إطار الحرص المتبادل بين الدولتين وفي إطار القدرة المصرية على
تحقيق الكثير من النجاعات والنجاحات التي ستنعكس بشكل كبير على حياة الشعوب. وكان هذا هو امتداد، يعني سيتم توقيع الكثير من المذكرات اليوم، وهو امتداد لما تم توقيعه في العام 2016 في إطار مبدأ رابح رابح وتحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة والمنفعة المتبادلة. وبالتالي سيكون هناك أفاق أرحب من الناحية الاقتصادية في ظل الأزمات العالمية المتتالية وانعكاسات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، والتي لا يمكن لأي دولة واحدة أن تتغلب عليها إلا من خلال التنسيق والتشاور والتوافق بينها وبين الدول، خاصة أنه أثناء انعقاد أو رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019 تم توقيع الإطار التنفيذي لاتفاقية التجارة القارية الحرة اللي بتخدم أكثر من 1.3 مليار نسمة بحجم استثمارات 3.4 تريليون دولار، وده رقم كبير جدا. ومن الممكن جدا أن يكون هناك الكثير من مجالات التعاون فيما يخص العلاقات الاقتصادية لتنعكس بشكل إيجابي على قوة العلاقات السياسية. نعم، القاهرة ونواكشوط تتفقان وتشتركان في رؤية واحدة متعلقة بحتمية مجابهة الإرهاب، خاصة مع ما تعنيه القارة السمراء في منطقة الساحل والصحراء من اضطرابات وتواجد لجماعات إرهابية متعددة ومنتمية أيضا لعقائد مختلفة. مصر كان لها باع في مساعدة الدول الإفريقية على مكافحة الإرهاب ومحاربته من خلال إرسال الدعم لها والتدريب. ما الذي يمكن أن يقدم في هذا الإطار في هذه الزيارة بناء على ما تم مسبقا من تواصل في هذه النقطة بالتحديد؟ يعني كان هناك كلمة لفخامة الرئيس السيسي أمام قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي منذ أيام قليلة، وأكدت على معاني ثابتة في مجال مكافحة الإرهاب، باعتبار أن مصر كانت يعني رئيسة لمجلس السلم والأمن الأفريقي أكثر من مرة. وأيضا الملف اللي حضرتك أشرت إليه، وهو ملف مكافحة الإرهاب، هو ملف يقرب كل دول العالم في ظل ما تشهده الشقيقة السودان تحديدا في منطقة القرن الأفريقي من صراعات ستؤثر بشكل كبير على انتشار الجماعات المسلحة بشكل متعاظم، خاصة أن السودان لديها حدود مشتركة مع 7 دول، منهم 4 دول الوضع الأمني بها مناطق رخوة. وبالتالي أرى أن التنسيق والتشاور ونجاح الدولة المصرية في تجربتها القوية في القضاء على التنظيمات الإرهابية، بل ليس هذا فقط، ولكنها نقلت هذه التجربة في ظل أن الدولة المصرية لديها أجهزة استخبارات على أعلى مستوى، وكما يعلم القاصي والداني أن المعلومة هي الأخطر في المنظومة للقضاء على التنظيمات الإرهابية. وبالتالي مصر تقدم كل الدعم للشقيقة موريتانيا ولكل الدول الأفريقية للقضاء على التنظيمات الإرهابية، لأن آفة الإرهاب هي آفة عالمية، وإذا تمدد الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي فسيؤثر بشكل كبير جدا على القارة الأفريقية، في ظل أن التنظيمات الإرهابية تريد أن تعيد تنظيم نفسها مرة أخرى. ولكن أرى أن التعاون المصري الموريتاني وغيره مع الدول الأفريقية سيؤدي إلى القضاء على هذه التنظيمات، نظرا لقوة الدولة المصرية وتجربتها الرائدة فيما قامت به في السنوات الماضية من القضاء على التنظيمات الإرهابية. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف. ونتحول للأستاذ محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر. أستاذ محمد أرحب بك. أهلا وسهلا بحضرتك. نعم أستاذ محمد، هذه الزيارة كيف تعكس اهتمام مصر الدائم بالبعد الأفريقي في علاقتها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وعودة مصر لتكون لها دور رائد في القارة السمراء؟ يمكن خليني اقول لحضرتك انه الرئيس السيسي منذ توليه رئاسه الدوله المصريه وهو حريص بشكل اساسي على ان تعود مصر بقوه الى عمقها الافريقي، يمكن ده واضح من التحركات المصريه الدائمه والزيارات المتتاليه، واهتمام مصر ب يعني عرض القضايا الافريقيه على في المحافل الدوليه، وضعها في صداره القضايا او الملفات اللي بتهتم بيها مصر. يمكن شفنا ده في حرص الدولة المصرية على عقد شراكات بين أفريقيا وبين العديد من القوى الدولية، سواء روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية، شفنا تقدم كبير جدا في هذا الملف.
شفنا كمان الرؤية المصرية خلال رئاستها، رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وحرصها على ضرورة تنمية دول القارة وحصول الشعوب الإفريقية على مكتسبات نتيجة عملية التنمية. شفنا المبادرة المصرية اللي طرحتها مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي اللي هي المبادرة الخاصة بإسكات البنادق، وكان هدفها الأساسي هو إحداث حالة من الاستقرار داخل القارة اللي تسببت النزاعات الداخلية فيها فترة طويلة جدا إلى استنزاف مواردها. ده كله بيدلل على جزء مهم جدا، وهو حرص الدولة المصرية والقيادة المصرية على ضرورة تنمية القارة الإفريقية خلال الفترة الحالية. ويمكن ده بيتوافق ما بين رؤية مصر الخاصة بالتنمية المستدامة 2030 ورؤية القارة الإفريقية أيضا 2063. فيمكن ده بيورينا بشكل كبير جدا تطابق اللي موجود وحرص الدولة على هذا الملف. نعم، فيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة من قبل خلال زيارات متباينة لوزراء من دولة موريتانيا، يعني أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين في إطار التحديات المختلفة التي واجهها العالم اقتصاديا، وضرورة أن تعمل القارة الإفريقية على دعم نفسها وتطوير نفسها حتى تتخلص من الاعتماد على الغرب. شوفي، عايز اقول لحضرتك انه حصل تطور كبير جدا في الفتره الاخيره في العلاقات الاقتصاديه ما بين مصر وموريتانيا، سواء كان في مجال الخاص بمجالات الخاصه بالاستثمار او التنميه الزراعيه او الثروه السمكيه وغيرها من القطاعات، وكمان خاصه في قطاعات الاسكان والثروه الحيوانيه ايضا ومجال النفط. في تعاون كبير جدا حصل ما بين مصر وما بين موريتانيا في هذه القطاعات في الفترة الأخيرة. يمكن ده شفناه في عدد الاتفاقيات اللي تم توقيعها، سواء كان في الزيارة اللي تمت في 2016 واللي تم فيها توقيع حوالي 6 اتفاقيات ما بين مصر وما بين موريتانيا في التعاون النقل الخاص بالنقل البحري، في مجال الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اتفاقية كانت أيضا خاصة بالثقافة، في الثروة الحيوانية. وإحنا عارفين كويس جدا أن موريتانيا من الدول اللي بتمتلك ثروة حيوانية ضخمة ولديها وفرة كبيرة جدا فيها نتيجة زيادة حجم المراعي اللي موجودة لديها. كمان في بروتوكول تعاون كان ما بين مصر وما بين موريتانيا في مجال النفط والمعادن. خلينا أقول لحضرتك أنه هذا الكم من الاتفاقيات والتبادل الاقتصادي والتجاري ما بين الدولتين بيعكس التطابق في الرؤى ما بين الدولتين في الملف، في الملفات السياسية والملفات الخاصة بأمن واستقرار القارة الإفريقية. من بين مجالات التعاون والتنسيق أيضا بين الدولتين ما يتعلق بالثقافة والتعليم. نتحدث عن مركز ثقافي عربي مصري للتعريب وله العديد من المهام. أهمية أن يكون هناك نوع آخر من أنواع التعاون بعيدا عما يتعلق بالسياسة والاقتصاد والاهتمام بالجانب التعليمي أيضا بالتأكيد مع إفاد بعثات بين الدولتين. خليني أقول لحضرتك يمكن الثقافة والتعليم لها دور كبير جدا في التأثير في العلاقة ما بين الدول، خصوصا أنه ده يعني بيبقى ليه تأثير أيضا على الاقتباس من ثقافات الشعوب في هذا نعم. أستاذ محمد، عذرا، ابقى معنا، نحن نتابع هذه الزيارة الهامة للرئيس الموريتاني، وسننتقل مباشرة إلى قصر الاتحادية حيث يصل الرئيس الموريتاني محمد ولد غزواني. مشاهدي الكرام، أهلا بحضراتكم ومرحبا من نقطة أخرى. أحييكم من قصر الرئاسة، قصر الاتحادية بمصر الجديدة. أسعد الله صباحكم بكل الخير. إذن يصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيفه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني
إلى قصر الاتحادية بعد أن استقبله بمطار القاهرة في هذه الزيارة الأخوية، حيث يتوجه الرئيسان لعقد جلسة مباحثات ثنائية، كذلك جلسة مباحثات موسعة، ويعقب ذلك غداء يضم الوفدين والرئيسين. مصر وموريتانيا علاقات طيبة منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك قبل أكثر من 60 عاما. مصر التي تحرص على أن تضم علاقتها الشرق والغرب، الشمال والجنوب في الأطر المختلفة، سواء الإطار العربي أو الإطار الإسلامي أو الإطار الإفريقي، وذلك في حرص القيادة السياسية إضافة إلى كل مقدرات وقوة الدولة في إقامة علاقات طيبة خاصة مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تجمع بها مصر روابط أخوية وروابط كثيرة للتعاون وكذلك روابط تاريخية. الرئيس الموريتاني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية من المقرر أن يقوم بعدد من الزيارات هنا في القاهرة، منها ما هو ثقافي وتاريخي، منها ما هو عربي وإفريقي، حيث يتوجه إلى الأزهر الشريف، يتوجه كذلك إلى الجامعة العربية، يتوجه إلى عدد من رموز الإسلام التي تزخر بها القاهرة، قاهرة المعز وقاهرة العزة، وكذلك إلى عدد آخر من المؤسسات الثقافية والمؤسسات الدينية والعربية. كما ذكرت لحضراتكم، جامعة الدول العربية هي إحدى المحطات التي سوف يتوقف فيها الرئيس الموريتاني. إذن موريتانيا دولة شقيقة ودولة صديقة، هي دولة عربية إسلامية إفريقية، كثيرة هي الروابط التي تجمع البلدين، سواء الروابط الجغرافية أو كذلك الروابط الدينية والروابط الثقافية وكذلك العلاقات الطيبة، ومظلات مختلفة تجمع الدولتين كمظلة الجامعة العربية ومظلة الاتحاد الإفريقي، كذلك عدد من المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية تجمع بين الدولتين في إطار تناغم وتفاهم بين المواقف المختلفة. موريتانيا كما ذكرت لحضراتكم دولة تقع في قارة إفريقيا وتحديدا في أقصى الغرب الإفريقي، وهي دولة يبلغ عدد سكانها ما يقارب 5 ملايين نسمة، وهي بمساحة كبيرة ومساحة واسعة، حيث تتخطى مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع. والحقيقة أن هذه مساحة مهمة ومساحة كبيرة، وكذلك لها موقع استراتيجي في أقصى شمال غرب القارة الإفريقية كما ذكرت منذ قليل. علاقة طيبة تجمع الدولتين سواء على مستوى الشعوب والمستويات الثقافية المختلفة أو على مستوى القيادات السياسية المتعاقبة، فالحقيقة أنه كان دائما هناك علاقات طيبة وهناك توافق في الرؤى، وكان هناك أيضا مساندة واتفاق في مواقف سياسية على مدار سنوات مضت. كثير من المواقف، دائما موريتانيا تمثل دولة صديقة لمصر، ولذلك تحرص القيادة السياسية لمصر على الاحتفاظ بهذه العلاقات الطيبة بل وتطوير هذه العلاقات، وينعكس ذلك بطبيعة الحال على المواقف العامة، المواقف السياسية أو كذلك في التكتلات الإفريقية التي تجمع الدولتين، و روابط تمتد بعدها لتكون روابط اقتصادية، ودائما ما تكون الروابط الاقتصادية هي التتويج للروابط الثقافية وروابط الجغرافية وروابط التاريخية كما ذكرت لحضراتكم. إذن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في زيارة إلى مصر، هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها الرئيس الموريتاني لمصر، وتحتضن القاهرة دائما القاهرة
القيادات المختلفة من دول عديدة عربية سواء في القارة الإفريقية أو في قارة أسيا، امتدادات الحقيقة جغرافية لمصر، فمصر تقع في قلب العالم القديم، كما أنها أيضا تمثل قلب العروبة بل وقلب إفريقيا، وهي البوابة الشمالية والبوابة الحقيقية لإفريقيا في مختلف مجالاتها. إذا تحدثنا عن مجالات اقتصادية أو مجالات تصنيعية أو كذلك في مجالات النقل والمجالات اللوجستية، فمصر دائما قاسم مشترك في كل هذه القطاعات وفي كل هذه المجالات وعلى المستويات المختلفة. لا أتحدث عن القارة الإفريقية فحسب، بل أتحدث أيضا عربيا وأتحدث عن قارات العالم القديم، لكن الحديث عن كل العالم، فمصر دائما محط أنظار الجميع على الإطلاق لما تمثله من أهمية استراتيجية ومن أهمية سياسية ومن أهمية تاريخية وثقافية وحضارية، وهذا دور تحرص مصر على القيام به في عصورها المختلفة. وقد ازدهرت هذه الأدوار في السنوات الأخيرة سواء على المستوى الإقليمي والاهتمام بالعمق الإفريقي والروابط الإفريقية مع الدول المختلفة، أو كذلك في علاقات سياسية واقتصادية متوازنة مع دول العالم، إذا كان غربا أو شرقا، إذا كان شمالا وجنوبا، وهذه سياسة متوازنة تحرص مصر على أن تراعي دائما الثوابت التي ارتأت مصر وآلت على نفسها أن تحرص عليها في كل الأوقات، باحترام الآخرين، احترام الدول الأخرى، احترام الشعوب وحقوق الشعوب في الحياة وفي تطوير أنفسها.
حاله الشرف جاهز للتنفيذ فقط. تابعنا معكم مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قصر الاتحادية بصحبة ضيفه الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني الذي يقوم بزيارة إلى مصر يبحث من خلالها مع الرئيس مجموعة من الملفات، كما سيقوم أيضا فيها بزيارة مجموعة من النقاط الهامة في مصر على رأسها جامعة الدول العربية، وأيضا سيكون له زيارة خاصة للأزهر الشريف بالإضافة إلى العديد من اللقاءات الأخرى هو والوفد المرافق له. علاقات هامة تربط بين البلدين وتأتي في إطار حرص مصر على التواصل الدائم مع بعدها الإفريقي ومع ريادتها في القارة الإفريقية، حيث تحرص مصر دائما على مساعدة ودعم الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة. وقد وضعت مصر وموريتانيا أول حجر أساس في بناء علاقتهما على الصعيد السياسي في عام 1963 حين قام أول وفد رسمي موريتاني بزيارة مصر ليكون ذلك بداية للعلاقات بين البلدين. مسؤول الدولتين بينهما علاقات تعاون مستمرة حيث يعملان دائما على تعزيز هذه العلاقات والتطرق لمختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. إذا عدنا إلى مجالات التعاون المشترك بين البلدين، تحديدا في عام 2016 تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين بين مصر وموريتانيا، وذلك في مجالات عدة. على رأس هذه المجالات كانت مجالات التعاون البحري وأيضا الإسكان والثروة الحيوانية والثقافة والصحة والطاقة. الروابط الثقافية والتاريخية بين مصر وموريتانيا تشكل ركيزة أساسية للعلاقات الطيبة وللتعاون بين الشعبين الشقيقين، وقد لعبت مصر دورا هاما في استقلال موريتانيا. هذا الدور الهام امتد أيضا لدعم موريتانيا في قضايا أخرى
وعلى رأسها تسوية الخلافات بينها وبين السنغال في عام 1989، وذلك عبر اتفاقية سلام بين البلدين وقعت بوساطة مصرية في عام 1992. على مدار هذا العام وفي بداياته كانت هناك زيارات مهمة، زيارة لوزير الدفاع الوطني الموريتاني، وأيضا زيارة أخرى لوزير خارجية موريتانيا إلى مصر. شهدت هذه الزيارات مباحثات في العديد من المجالات الهامة بين البلدين. نعود مرة أخرى لاتصالنا الهاتفي مع الأستاذ محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر، والحديث متواصل عن العلاقات بين مصر وموريتانيا. أستاذ محمد أرحب بك، وكما تابعنا منذ لحظات وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحبة ضيفه الرئيس الموريتاني إلى قصر الاتحادية لبدء جلسة مباحثات ثنائية بينهما، وتوقفنا بالحديث عن العلاقات الثقافية وفي مجال التعليم بين البلدين، خاصة أن موريتانيا تحمل بعدين، بعدا إسلاميا وأيضا بعدا إفريقيا. يعني هذه العلاقات كيف يمكن دعمها في الإطار الثقافي والتعليمي؟ أستاذ محمد؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد أمين، سنعاود التواصل معه مرة أخرى ونواصل هذه المتابعة والتغطية الحية لهذه الزيارة للرئيس الموريتاني إلى مصر، والتي تأتي في إطار حرص البلدين على دعم وتطوير العلاقات بينهما في إطار شراكة تشمل العديد من المجالات الهامة. هذه العلاقات المصرية الموريتانية التي تتسم بطابع خاص بين الدولتين في مجموعة من المجالات المتباينة، منها التجارة والاستثمار وتعزيز التبادل التجاري وأيضا التدفقات الاستثمارية بين البلدين. تحدثنا عن الاتفاقيات التي تم توقيعها في عام 2016، بعد ذلك بعام في عام 2017 قدمت مصر مجموعة من المنح التدريبية بلغ عددها 6 منح، وذلك لتأهيل الكوادر الموريتانية للتدريب بالمركز الدولي للزراعة في مجالات المياه والأراضي والمزارع السمكية والإنتاج الحيواني. فكما نعلم موريتانيا هي دولة هامة تقع على المحيط الأطلسي، فتعد محور للتفاعلات الدولية في تلك المنطقة، ونظرا لقربها أيضا من أوروبا والأمريكتين، فيعني لها دور في أن تكون محور تواصل بينها وبين هذه الدول وأيضا بين دول شرق القارة السمراء ومنها مصر. هناك مجالات تعاون متباينة بين الدولتين، خاصة فيما يتعلق بمجال الثروة السمكية، وقامت مصر بإفاد مجموعة من الخبراء المصريين في مجال المزارع السمكية وأيضا تدريب البحارة على الصيد التقليدي وصيد الأعماق في إطار التعاون بين الدولتين وحرص مصر الدائم على مساعدة أشقائها الأفارقة. ليس هذا فحسب، لكن مصر لها باع في تحسين البنية التحتية في دول القارة السمراء التي تعاني من أيضا مشكلات الإرهاب والفقر والتصحر والجفاف، فمصر اهتمت بدعم البنية التحتية في عدد من دول القارة الإفريقية ومنها دولة موريتانيا. هناك العديد من المشروعات المصرية المتواجدة في هذه الدولة، منها القطار الخاص بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وأيضا من المنتظر أن يكون هناك مشروع جديد يتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر من خلال شراكة مصرية إماراتية ألمانية في موريتانيا. إذن هي علاقات ممتدة عبر التاريخ، تسعى مصر دائما لتدعيمها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات المتباينة التي يعاني منها العالم الآن اقتصاديا وسياسيا، ومحاولة القارة الاستقلال بذاتها في إطار مجموعة من القضايا. أيضا من ضمن النقاط الهامة محور النقاش بين البلدين ما يتعلق بقضايا المناخ، كما تابعنا في كوب 27 في مصر، والذي خرج بمجموعة من التوصيات، وكان هناك تركيز دائم من الرئيس عبد الفتاح السيسي على القارة
الإفريقية وما يحدث فيها وضرورة ألا تتحمل كل تبعات التغيرات المناخية التي نتجت عن الدول الصناعية في الأساس. لذلك هناك دعم دائم للقارة السمراء فيما يتعلق بمجالات البيئة أيضا من قبل مصر ومن بين الدول التي تدعمها هي موريتانيا. هذه الزيارة الهامة التي ستحمل مجموعة من النقاط والاجتماعات سنتابعها بالتفصيل أيضا على مدار اليوم. لكن للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ رامي زهدي رئيس وحدة الدراسات الإفريقية بمركز العرب. أرحب بك. أهلا وسهلا أستاذ رامي. حدثنا يتواصل عن أهمية هذه الزيارة والبعد الإفريقي في السياسة الخارجية لمصر واهتمامها بهذا البعد من خلال زيارات متباينة، زيارات للقادة الأفارقه لمصر أو زيارات هامة قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بها على مدار الأعوام السابقة. كيف تقرأ هذه الزيارة وأهميتها في هذا التوقيت؟ الحقيقة هي زيارة يعني تنبع أهميتها من كون موريتانيا دولة تتشارك مع مصر في عدة دوائر العربية والأفريقية والإسلامية، وجغرافيا حتى نظرنا نجد أن موريتانيا دولة تقع في أقصى شمال غرب القارة بينما تقع مصر في أقصى شرق شمال القارة، وبالتالي الدولتان محددتان أو يتواصل بينهما خط واصل في شمال القارة الأفريقية وفي جنوب البحر المتوسط ومنطقة الساحل والصحراء، وتستشرف مصر على منطقة البحر الأحمر من الشرق بينما تستشرف موريتانيا على المحيط الأطلسي من الغرب، وبالتالي الدولتان تمتلك خطوط طويلة من إمكانية التواصل والتعاون الاقتصادي والاستراتيجي والتنسيق بينهما. نعم، بالحديث عن الدور المصري في أفريقيا، مصر حريصة على دعم البنية التحتية في القارة الإفريقية من خلال مجموعة من المشروعات، يعني ما أبرز المشروعات المصرية المتواجدة في موريتانيا ودور مصر في دعم موريتانيا من ناحية البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالنقل والمواصلات أيضا؟ موريتانيا أحد أبرز الدول الإفريقية والعربية الناشئة في هذا التوقيت التي تسعى لإحداث عملية تنمية وتطوير واستحداث البنية التحتية لديها، ومصر كانت قد سبقت الدول الإفريقية والعربية في هذا المجال وبالتالي تمتلك خبرات ومجالات متعددة، لذلك أفترض بأن هناك مشروعات مختلفة تستطيع مصر أو بالفعل تنفذها الآن في موريتانيا، خصوصا الطرق والكباري وإقامة المستشفيات وأعمال لها علاقة بتطوير مصائد الأسماك والمطارات في موريتانيا. فكرة أن مصر نجحت في هذه التجربة عبر 9 أعوام في إحداث تنمية وفي إحداث بنية تحتية متطورة تجعل مصر تمتلك تجربة واقعية ملهمة تستطيع أن تتناقلها وتتبادلها مع دول متعددة منها موريتانيا. نعم، يعني أستاذ رامي، بالحديث عن العلاقات الثقافية بين الدولتين ويعني ودعم مصر في هذا المجال وأيضا اتفاقيات سابقة وقعت بين البلدين في الإطار الثقافي والتعليمي، أهمية هذا النوع من التبادل الثقافي في العلاقات بين الدول بعيدا عن الشق الاقتصادي أو السياسي ما هو؟ يعني بالتناول لو ذهبنا إلى الشعب الموريتاني، وأنا شاهدت ده بنفسي، يعني الحقيقة هم عندهم تواصل ثقافي أو تأثر شديد بالثقافة المصرية وباللغة العربية، ومصر هي أساس اللغة العربية وبالأزهر الشريف، وبالتالي مجالات التعليم والثقافة وتبادل الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين مؤثر جدا في العلاقات بينهما، بالإضافة إلى حركة التعليم المتبادلة، طلاب متعددين من موريتانيا يدرسون في الأزهر الشريف ثم يعودون مرة أخرى إلى موريتانيا لنقل ما تلقوه من تعليم، لذلك أفترض بأن هذا الأمر شديد الأهمية، بالإضافة إلى تداخل مصر الدائم في عمليات التنمية والتدريب ورفع القدرات التنمية البشرية ورفع القدرات البشرية سواء للقيادات التنفيذية وفي الوظائف الحكومية أو حتى في القطاع الخاص الموريتاني. نعم،
المؤتمر المناخ كان من ضمن المحاور الهامة التي تحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكرة ألا تتحمل القارة الإفريقية تبعات التغير المناخي نتيجة لما يعني تفعله الدول الصناعية وتبعات تصرفاتها. الحديث عن مشروع لتطوير الهيدروجين الأخضر في موريتانيا بشراكة مصرية إماراتية ألمانية، أهمية هذه الشراكة خاصة مع ريادة مصر في القارة في مجال الهيدروجين الأخضر، والحديث أنها سيكون لها باع في هذا المجال تحديدا خاصة بعد ما خرج به مؤتمر المناخ. مشاريع الطاقة المتجددة بصفة عامة والطاقة البديلة ومشاريع تحلية المياه، ثم كمان نتحدث عن الهيدروجين الأخضر، هامة جدا بالنسبة للاقتصاد الموريتاني وعمليات التنمية، لأن موريتانيا دولة صحراوية تعاني ظروف مناخية بالتأكيد كانت صعبة، ثم ازدادت صعوبة بعد ما يحدث في العالم من أثر سيئة للتغيرات المناخية، وبالتالي أفترض بأن مشروعات من هذا القبيل تتبناها مصر منذ رئاستها لقمة المناخ في العام الماضي، والآن دخلت في مراحل التطبيق، ومنها هذا الإطار ما بين الإطار الصناعي لإنشاء مصانع للهيدروجين الأخضر بشراكة مصرية إماراتية موريتانية، أمر جيد جدا أو مفيد جدا لحركة التنمية في موريتانيا في هذا التوقيت. نعم، يعني قد تبدو موريتانيا بعيدة عن مصر إلى حد كبير حدوديا، لكن أهمية هذا التواصل خاصة أن مشكلات كثيرة في القارة السمراء لا تقتصر على دولة واحدة فحسب، لكن على دول متباينة، سواء ما كانت مشكلات تتعلق بالإرهاب أو أيضا القضايا الاقتصادية والسياسية الأخرى. نظريا يبدو بأن موريتانيا ومصر بينهما يعني بعد جغرافي، لكن عمليا هم على خط واحد في منطقة شديدة الأهمية من العالم ومن القارة، نفس المخاطر التي تواجهها الدولتين من الإرهاب والتطرف وعمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة والجريمة المنظمة، وبالتالي نقل الخبرات ما بين يعني الجارتان المتباعدتان القريبتان استراتيجيا بعدتان جغرافيا هو امر شديد الاهميه، كون كما تفضلنا يعني كما حضرتك تفضلتي ان احداها في اقصى الغرب واحداها في اقصى الشرق. نعم. والرابط قوي ما بين الدولتين. نعم، فيما يتعلق بالتعاون العسكري، كانت هناك زيارة في بداية العام لوزير الدفاع الوطني الموريتاني، يعني مصر مهتمة بدعم الدول الإفريقية في محاربتها للإرهاب ومكافحة التوترات والنزاعات الداخلية. فيما يتعلق بالتعاون في الشق العسكري، كيف قرأت أهمية هذا التواجد المصري في مختلف دول القارة الإفريقية؟ مصر تؤمن بأن القوى العسكرية أو الإمكانيات العسكرية للدول الأفريقية هي مجال هام لتحقيق الأمن والسلم، والأمن والسلم في القارة الأفريقية هو ممر ضروري وحتمي للوصول إلى مراحل التنمية، وبالتالي اهتمام مصر الدائم برفع القدرات العسكرية للدول الأفريقية والعربية الشقيقة والصديقة ومحاولة نقل الخبرات والتدريب المشترك، مصر ترى بأنه شديد الأهمية، لأن محاولة إحلال الأمن والسلم والتخلص من بؤر الصراع في القارة الأفريقية هو بداية العمل نحو التنمية المستدامة تستهدفها الجميع. نعم، أستاذ رامي، يعني ما المنتظر من هذه الزيارة من وجهة نظرك على صعيد العلاقات بين الدولتين أو المأمول منها؟ رغم أن كان في لقاءات متعددة جمعت الرئيس الموريتاني بالرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أن هذه الزيارة معدة مسبقاً، تم استقبال رسالة نصية منتصف الشهر الماضي من الرئيس الموريتاني، وبالتالي هناك عدة موضوعات لها علاقة بتنسيق الرؤى وتبادل الآراء والاستعداد لتطوير مراحل أكبر من مراحل التعاون، يعني ونقل هذا التعاون من مراحل يعني محدودية النظريات إلى واقعية التنفيذ على الأرض. لذلك أفترض بأن الأجندة الرئاسية حافلة بمزيد من مجالات أو أطر التعاون أو تفعيل لأطر تعاون تم توقيعها مسبقا، وأرى بأن العنصر الاقتصادي سوف يكون يعني مؤثر جدا في هذه اللقاءات. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ رامي زهدي، رئيس وحدة الدراسات الإفريقية
بمركز العرب، كنت معنا عبر الهاتف في هذه المتابعة الحية لهذه الزيارة الهامة للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إلى القاهرة، حيث استقبله منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية في مطار القاهرة الدولي، ثم وصولا إلى قصر الاتحادية لإجراء جلسة المباحثات. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. سيادة السفير أرحب بك. أهلا محمود بالسادة المشاهدين. نعم سيادة السفير، نتحدث عن زيارة هامة إفريقية لمصر متمثلة في زيارة الرئيس الموريتاني لمصر، حيث استقبله منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف تقرأ أبعاد هذه الزيارة في التوقيت الحالي الذي يموج فيه العالم بالتحديات، وخاصة القارة الإفريقية من خلال تحديات على مختلف الأصعدة تموج بها؟ لا شك أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، استنى ابنها أول زيارة للرئيس موريتانيا إلى القاهرة بعد انتخابه مؤخرا. أعتقد إحنا نعلم أن موريتانيا دولة عربية أفريقية مثل مصر تماما، وبالتالي العلاقات بين البلدين بتدور أولا في الإطار العربي الأفريقي باعتبار أن الدائرتين متداخلتين ولهما مصالح مشتركة، وموريتانيا لها دور كبير في منطقة الاتحاد المغاربي وأيضا لها دور في إطار الاتحاد الأفريقي، وبالتالي أعتقد سيكون هناك اهتمام بمسائل الخاصة بالقضايا العربية والقضايا الأفريقية على المستوى السياسي. نحن نعلم أن هناك كان قمة عربية مؤخرا، وكان فيها تناول جديد لدور عربي في حل كافة القضايا العربية أو القضايا الأفريقية ذات البعد العربي، وبالتالي أعتقد أنه فيما يتعلق بهذا الصدد ربما الملف الأمني سيكون من الملفات الهامة، باعتبار أن موريتانيا تقع في منطقة الساحل التي تموج فيها حركات إرهابية أو حركات متطرفة تنشط كثيرا في هذه المنطقة، وبالتالي هناك دعم ودور مصري فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في هذه المنطقة بصفة خاصة. أيضا فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية على المستوى السياسي، لا شك سيكون هناك تنسيق وتشاور في الكثير من القضايا العربية والقضايا الأفريقية مثل القضية الليبية على سبيل المثال، قضية السودان وما يجري فيها من تطورات حاليا، قضية عودة سوريا إلى الجامعة العربية وما تتطلبه من توافق وإجراءات، يجب أن يكون هناك تنسيق وتشاور بين الدول العربية في هذا الإطار. أيضا فيما يتعلق ببعض الأوضاع في القارة الأفريقية وخاصة في الكونغو وإثيوبيا، وكما أشرت منطقة القارة الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر فضلا عن منطقة الساحل وهي ذات أولوية في هذا المجال. فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، لا شك أن هناك فرص عديدة بين الجانبين لتزيد من حجم التجارة والأنشطة الاقتصادية وخاصة الاستثمارية من جانب البلدين وخاصة من جانب مصر في منطقة غرب أفريقيا ومنها موريتانيا بصفة خاصة. كان هناك اهتمام من جانب مصر بمنطقة غرب أفريقيا فيما يتعلق بالنشاط التجاري بصفة خاصة، باعتبار ربما لم تقل
لم يكن هناك اهتمام بها نحو المنشود، وبالتالي أعتقد أن في هذه الزيارة سيكون هناك فرص كبيرة لمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في غرب أفريقيا، وبصفة خاصة في موريتانيا باعتبار العلاقات بين الجانبين تدور في الإطار العربي الأفريقي. أما فيما يتعلق بالملف الاجتماعي فلا شك سيكون هناك تعاون في هذا المجال، وهو مرتبط أساساً فيما يتعلق ببناء الكوادر والعلاقات في المجال، البعثات التعليمية ربما أيضاً البعثات إلى الأزهر الشريف، فضلاً عن إمكانية التعاون في المجال الصحي. لا شك أن موريتانيا من الدول التي أثرت كثيراً بسباق الدول الأفريقية بثالوث الخاص بالأزمة الأوكرانية الروسية وأيضاً جائحة كورونا وتداعيات المناخ، وهذا الثالوث بيفرض نوع من التعاون الكبير بين دول القارة الأفريقية، وأعتقد أن العلاقات بين مصر وما بين موريتانيا في هذا المجال ومن جراء هذه التداعيات سيكون هناك فرص لمواجهة الأعباء والتداعيات التي فرضها هذا الثالوث في المجالات الخاصة بالأمن الغذائي وأمن الطاقة وربما أيضا الأمن المائي باعتبارها قضية حيوية بالنسبة لمصر بصفة خاصة وللدول العربية بصفة عامة، خاصة أن القمة العربية الأخيرة تحدثت عن الأمن القومي المائي العربي الذي لمصر وكل من العراق وسوريا يواجهون تداعيات سلبية ويضغط مواجهتها في إطار تعاون عربي وتعاون عربي أفريقي. نعم، بالحديث عما يتعلق بالأمن القومي للدول العربية والإفريقية، وحضرتك تحدثت عن البعد العربي في هذا الشق في إطار القمة العربية، لكن كيف يمكن تحقيق الإفادة بين البلدين في هذا المجال مع وجود موريتانيا في أقصى غرب القارة على المحيط الأطلسي، وأيضا موقع مصر المتوسط في الناحية الأخرى في شرق القارة الإفريقية ما تطل عليه أيضا من سواحل؟ هو طبعا هناك منظمات بتنتمي اليها المجموعه كلا البلدين، فعلى سبيل المثال موريتانيا بتنتمي الى مجموعه الايكواس في غرب افريقيا، وموريتانيا لها دور كبير فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي داخل هذه المجموعه وايضا فيما يتعلق بالتعاون الامني، ومصر في هذا الاطار ايضا لها دور في مواجهه الارهاب في هذه المنطقه سواء فيما يتعلق بمواجهته أمنيا أو فكريا، ومن هنا يبدو التعاون الهام بين مصر وموريتانيا في الإطار العربي الأفريقي. أيضا فيما يتعلق بالأمن في منطقة القرن الأفريقي لا شك أن هذه المنطقة لها تداعيات واتصال أيضا منطقة الساحل في غرب أفريقيا، وأعتقد أن مصر أيضا لها دور في هذا الصدد، وربما يكون هناك تعاون وثيق بين الجانبين، خاصة أن مصر لديها مركزا يتعلق بالإرهاب ومركزا أيضا يتعلق بإعادة الإعمار والبناء فيما بعد مرحلة تسوية التنازعات. من ناحية أخرى فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي لا شك أن إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتعاون الوثيق في ضخ استثمارات في البنية التحتية وفي القطاعات الإنتاجية المختلفة لدى الدول الأعضاء في هذه المنطقة لا شك أنه سيكون له تأثير، هذا اللقاء سيكون له تأثير على دور مصر ودور موريتانيا فيما يتعلق بتنشيط العلاقات التجارية بينهما على النحو الذي ينعكس على منطقة التجارة الحرة من خلال الاستثمارات التي يمكن تضخ في كل منهما. نعم، لكن كيف يمكن دعم اتفاقية التجارة الحرة والدول المنضمة لها، خاصة أن الدول الإفريقية لن تنضم جميعها لهذه الاتفاقية، كيف يمكن تفعيلها على أرض الواقع يعني بشكل يعم بالفائدة على مختلف دول القارة الإفريقية في ظل تحديات عديدة تواجهها قد تقف عقبة في بعض الأحيان أمام تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل كامل؟ وضع أن هناك آليات تم التوافق عليها بين دول الاتحاد الأفريقي في إطار تشجيع الاستثمارات في استيراد البنية التحتية أو في القطاعات الإنتاجية المختلفة. هو مصر كان لها دور محوري في هذا الصدد سواء على المستوى الأفريقي في إطار علاقات ثنائية أو على المستوى المتعدد في إطار العلاقات مع مصر أو دول القارة الأفريقية مؤسسات التمويل والدول المانحة، فضلاً عن القطاع الخاص بمصر أنشأت في هذا الصدد صندوق دعم الاستثمارات في القارة الأفريقية، وأفريقيا أنشأت أيضاً صندوق لهذا الأمر. وبالتالي هناك تعاون ايضا مع بنك التنميه الافريقي، والشراكه الجديده التي تم التوافق عليها في المؤتمر الذي وقف في القاهره بان يكون هناك شراكه ما
بين البنك التنميه الافريقي ومؤسسات التمويل الدوليه تراعي الظروف الاوضاع الاقتصاديه التي تمر بها دول القاره على النحو الذي يمكن توفير قروض ميسره وبشروط مختلفه تماما عن الشروط المعتاده. وهذا امر يعني ممكن ان يتم سواء بالنسبه لمصر او بريطانيا او بالدول الافريقيه الاخرى بما ينعكس على النشاط الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. نعم، يعني سيادة السفير، بالحديث عن دعم مصر الدائم لدول القارة الإفريقية، مشروعات البنية التحتية التي تساهم بها مصر في القارة السمراء، يعني كيف تتابعها على مدار السنوات الماضية منذ اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات مع قارة إفريقيا؟ لا شك أن في موضوع البنية التحتية بالنسبة لمصر، مصر لعبت دورا إيجابيا وبناء وجهود مكثفة في هذا الصدد، وخاصة فيما يتعلق بطرق برية ونهرية وسكك حديدية وربط كهربائي، فضلا عن مشروعات كبرى اللي هي زي الربط ما بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وأيضا خط القاهرة كيب تاون. ثم هناك أيضا في إطار برنامج الاتحاد الأفريقي 2063 هناك أيضا طرق طولية وعرضية في القارة الأفريقية تدخل في إطار هذه الخطة الخاصة بالبنية التحتية، وسيكون هناك بالقطع يعني دور بالنسبة لمصر ولدول أخرى كثيرة في تطوير هذه البنية التحتية من خلال ضخ استثمارات كبيرة كما أشرت، سواء من جانب دول إقليمية أو من جانب مصر ومن جانب القطاع الخاص المصري وغير المصري، فضلا كما أشرت عن مؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة. ضخ هذه الاستثمارات في البنية التحتية لا شك أنها خطوة أولى وأساسية فيما يتعلق بإمكانية تنشيط اتفاقية التجارة الحرة البرية على النحو الذي يجعل من التجارة البينية الأفريقية متنامية ومتصاعدة، خاصة إذا تم توجيه أيضا استثمارات إلى القطاعات الإنتاجية المختلفة في القارة الأفريقية سواء كانت التعدينية أو الطبيعية، وخاصة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية. نعم، يعني مصر وموريتانيا الدولتان تقعان على يعني سواحل مختلفة، كيف يمكن تحقيق التبادل الاقتصادي فيما يتعلق بالصيد والأسماك بين الدولتين في ظل وجود يعني الصيد كمحور أساسي في الاقتصاد والتجارة؟ هو طبعا يعني كلا البلدين أحدهما يطل على المحيط، ومصر تطل على بحرين سواء البحر المتوسط او البحر الاحمر، ولا شك ان الطرق البحريه سيكون لها دور حيوي ومهم فيما يتعلق باستغلال الثروه البحريه وايضا الثروه الحيوانيه وغيرها من المنتجات، لان هناك خطوط فيما يتعلق بالطرق البحريه، لكن ايضا هناك وهو حديثا ما يسمى بالمناطق اللوجستيه، واعتقد ان بس تلعب دور كبير جدا في وجود مثل هذه المناطق سواء بالنسبه في داخل مصر او في دول افريقيه اخرى، باعتبار ان هذه المناطق لها دور كبير في تنشيط الحركه التجاريه. نعم، اشكرك شكرا جزيلا السفير صلاح حليمه نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الافريقيه، كنت معنا عبر الهاتف معلقا على هذه الزيارة الهامة للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إلى القاهرة التي استقبله خلالها منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي، وتوجه بعد ذلك إلى قصر الاتحادية لعقد جلسة مباحثات ثنائية يعقبها جلسة أخرى، جلسة مباحثات موسعة مع الوفد المرافق للرئيس الموريتاني في هذه الزيارة الهامة. ومشاهدينا الكرام، متابعتنا مستمرة معكم على شاشة التلفزيون المصري لهذه الزيارة التي ترسخ للاهتمام المصري بالعلاقات المصرية مع القارة الإفريقية، وأيضا زيارة لها بعد إفريقي وعربي وإسلامي. متواصلون معكم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.